عجبا بمن مر ذكر الرسول على سمعه ثم لم يعجب. فتى واحدا قاد تلك الجموع بقيد الخضوع، فتواحدا ملأ الخافقين بصيحته والفلا والرمي. فتواحدا ملأ الخافقين بصيحة والفلايا والربي إلى النور يا من أضاع الرشاد وسار على سنن الغيم. روات الباري البار البار اقسم على نفسه وآل يصلح للنبي الهادي وآل وآل لهذا يشترط إلا وإلا تصلح للنبي وآل سويا. أحب الصايم لربه ويصلح.